مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الوحش بروماكس. البرنامج اللي يجيكم كالعادة في سهرية كل أحد، وكل مرة عنا موضوع وعنا ضيوف في علاقة بهذا الموضوع. موضوعنا اليوم يعتبر موضوع مثير وحلقة مثيرة اسما وجسما، ربما لأول مرة تكون الحلقة مثيرة فعلا. اليوم حلقتنا تتناول موضوع فما مهن في تونس في مجتمعنا ضد التيار، تعتبر نوعا ما ضد التيار، ضد العقلية، متمردة على عقلية المجتمع نوعا ما، تعتبر غريبة نوعا ما، يصير عليها جدل وبرشة أسئلة. اليوم عندنا نماذج من هذه المهن في هذه الحلقة، وكالعادة باش نعرفوا قصص تاع مجموعة من ضيوفنا يخدموا في مهن نوعا ما مختلفة، أو مهن كما كنت نقول ضد التيار، خليني نسميها هكا ونحكيهم بعد وتعرفوا علاش سميتها هكا. اليوم ضيوفنا هما ثلاثة ضيوف أو أربعة ضيوف، كل واحدة عندها قصة، والقصة هذه مرتبطة بالمهنة نتاعها. عندنا مهنة الراقصة، راقصة شرقية أو راقصة، مهنة الرقص اللي هي فن ومهنة في نفس الوقت، ومن الفنون اللي الناس كل تعرفها، ومن المهن اللي الناس كل تعرفها. اليوم عندنا راقصات باش نحكيو معاهم على قصصهم، ما وراء الرقص، ما وراء الراقصة، ما وراء الصورة، ما وراء المشهد، ما وراء الفرحة، ما وراء البهجة، ثم قصص أكيد، قصة كل وحدة تمارس في المهنة هذه، ثم قصة اجتماعية، قصة إنسانية، قصة مختلفة ربما ما نعرفوهاش. نشوفوا كان الفرحة، البهجة، صناعة الفرح، ونشوفوا حاجة تفرح، حاجة تشتح، حاجة ترقص، حاجة ترفه، ولكن ما نعرفوش القصة وراء هذا الكل. هذاك علاش اليوم استضفنا مجموعة من الراقصات، وأيضا عندنا رياضية في الفنون القتالية. الفنون القتالية عادة الناس تقول لك المرأة في الفنون القتالية بطلة ولا تمارس في الفنون القتالية، نوعا ما زاد فما قصة وراء هذا. معنا إذن في هذه الحلقة الراقصة المحترفة إسلام، أهلا وسهلا، مرحبا بك. الراقصة سارة، أهلا وسهلا. والراقصة والكوريغراف روعة بن منصور، مرحبا بك. والبطلة العالمية في الفنون القتالية مها الهويمن، أهلا وسهلا. ومعنا كالعادة صديقنا وزميلنا حسن بن عثمان، يا أهلا وسهلا. إذن حلقة مثيرة كما تبدو، وباش نبداو، شنو رايك حسن؟ ياسر إثارة يا وحش. أنت جوك. أنت تعرفش بكري فما كاتب مصري اسمه حسن عبد القدوس، عنده رواية أو أكثر من رواية حول الراقصة والوحش. والوحش الراقصة، الآن الراقصة والوحش، هاني بحذاك يا وحش، تفضل. هاي مرحبا. نبدأ حلقتنا إذن مع ضيوفنا اليوم. عنا إسلام وروعة وسارة، خاصة إسلام وروعة وسارة اللي هما فرد مهنة اللي هي مهنة الرقص، اللي ربما في تونس مازالت ما تفهمتش، فما اللي يشوفها فن فقط وتمارسوا في الفن وجوست فن، وهذاك هو الفن يتطلب بذي الكل، والرقص فن في النهاية، في نهاية الموضوع. فما شكون يتعامل معها بأحكام أخرى هكا ولا تلقاو صعوبات مع المجتمع التونسي في مهنتكم؟ مش مقبول. نعم، الفن هذا مش مقبول، لو مذموم نحسها الرقصة هكا ولا الرقصة نتكلم هي متاكلة ومذمومة، صحيح الكلمة. نبدأ مع إسلام الراقصة المحترفة. إسلام، حوار مع إسلام، تفضل بحذية إسلام. شكرا. مرحبا بك إسلام. بيك يا عيش. أهلا وسهلا بيك، مرسي. أنت تمارس في الرقص الشرقي؟ مارس في الرقص الشرقي دوبوي من؟ دوبوي 5 ans 6 ans. احنا اليوم باش نعطي فكرة البرنامج، مانيش باش نحكيو على الرقص كفن وتقنيات الرقص وتقنيات الرقص وحفلات وكذا، باش نحكيو على الكواليس كالعادة. هذه على الكواليس،
كواليس وما أدراك ما الكواليس. وما أدراك كواليس مهنة الراقصة. وراء البدلان تاع الرقص، وراء الرقص بيدو، وراء اللوحات هذوك اللي نشوفوهم، وراء المشهد المبهج هذاك، فما زاد فما مآسي ساعات برشا، فما معاناة برشا، فما قصة، فما حكاية. اليوم نحبوا نعرفوا حكايتك كراقصة شرقية، حكايتك في المجتمع التونسي هذايا، ونعرف أنا اللي حكايتك وقصتك مثيرة جدا جدا، انت بكلك مثيرة على محل. شكرا. أول مواجهة للراقصة عادة تكون مع العائلة قبل المجتمع، قبل أول المجتمع. مواجهة راقصة ستادير فما عائلة، مش العائلات الكل بتبيعة، أما فما عائلة ساعات ما توفقش بسهولة، تجي ضد الشغف. صحيح. هذا صحيح صحيح صحيح. باهي اون فايت أنا حكايتي بديت من الأول غرامي ملي أنا صغيرة بالكل. دارنا عرفت من العبيد اللي يحطوا الافلام المصريه نواغي بلون هكا، الستيل هذاك اللي تغرمت به ملي انا صغيره. أيه. نلقى روحي كي يخرجوا دارنا ساميه جمال وبالقديم القديم فوالا اكزاكتومون. نلقى روحي كي يخرجوا دارنا بون نحسها هكا شويه حاجه نحشم باش نعملها قدام عائلتي، وانا مازلت صغيره. أيه. نحشم باش نعملها قدام عائلتي، اما كي يخرجوا دارنا من الدار نحل الغناء، نقف قدام المرايه نعاود نفس التقنيات اللي انا كنت نتفرج فيهم في الافلام اللي كنت نتفرج فيهم. نسميهم التقنيات. تقنيات اكيد. اذا نحكي لك يعني. هزيت وهذاك هو الفن الصحيح، مش كيما الفن تاع تو والارتعاشات والاغراءات اكسيتيرا اكسيتيرا. الراقصه الشرقيه المتعارف عليه انها لازم تكون مغريه مثيره. با فورسيمون. الرقص الشرقي فن، وقبل ما يقول وقبل ما يكون قبل ما يكون فن راهو حب. اذا ما تحبش الحاجه اللي تعمل فيها شغف. اذا ما تحبش الحاجه اللي تعمل فيها راهو مش كي تلبس كوستيم ولا بملين ولا تنفخ ولا تفش ولا تعمل، ماهيش ماهيش شنو؟ ماهيش يعني يا تكون تشطح يا لا، حضور. الرقص الشرقي حضور. كاريزما حضور، والكاريزما الحاجة الوحيدة اللي ما يعطيها لك كان ربي سبحانه. صحيح، الروح هذيك. الروح هذيك ما يعطيها لك كان ربي سبحانه. ما فهمتش علاش تضحكوا؟ الروح. سيغيوزمون. والبدن. والبدن، سي فغي. البدن لازم يكون منحوت هكا. اكزاكتومون. في العادة هذه حقيقة. هذه حقيقة. ما تجرحش. هذه حقيقة. العائلات التونسية والمجتمع التونسي يرفض باش ولاده وبناته. أكيد. بناته. أكيد. يمشيوا للرقص. ولاده ما يرفضش ولاده. مش يحترفوا الرقص، مش كهواية يتسامحوا معها. وينكر، مش كل. كهواية يتسامحوا معها. كمهنة فما نوع من الرفض. باهي نحكي لك كأنها مهنة ممنوعة. كيفاش بديت من الأول. باهي أون فيت. أنا كانوا عندي دو سالون دو كوافيغ. باهي. بديت بون انا الناس الكل يعرفوني نشطح وكل، معناها بديت بشويه بشويه نمشي العرس. كي نمشي العرس مع الفامي اون فامي وكل الناس الكل تقعد، ونقعد ديما انا نشطح في البيس. نشطح للعائله. نمشي لاي عرس صحاب عائله في سال تفرح، في سال دي فيت. رقص عائلي. بون نشطح الرقص اللي نشطحوا فيه. الرقص الشرقي لورينتال. للعروسات تاع نشطح رقص لورينتال. كي نمشي العرس مع الفامي، كي نمشي العرس في حومه واحنا صغار، في الحومه نذكر واحنا صغار وكل، ديما الناس الكل تقعد وانا نقوم نشطح. لا نعرف لا تعلمت. في الموهبة والموهبه نتاعها. لا نعرف لا تعلمت لا نهار تعلمت لا نهار مشيت لسال دو سبور تعلمت لا حتى شيء. نذكر روحي صغيره قد هكا نقف قدام المرايه نبدا نعمل في التقنيات ونتحرك وحدي بشويه بشويه. باهي بديت الحكايه بشويه بشويه. اون فيت انا قلت لك عندي سالون دو سالون دو كوافور. باهي بديتها وانا على باز ماكيوز. باهي بديتها بشويه بشويه. خرجت في سهريه كيما نقولوا احنا قاعدين وكل، والجروب اللي قاعده معاهم يعرفوني نشطح بضحكه ولعبه هكا وتفادليك وكل. هيا اسلام تطلع سيغسين وكل، ماهيش خدمه روا. ماهيش خدمه. سهره. انا سهره. ماهيش خدمه. مشي هبط. هيا تطلع تشطح لي فك عليا لي ما نحبش لي ما نحبش. هيا طلعت سيغسين. وكانت الانطلاقه. نهار لو وكانت الانطلاقه. ابهرت الحاضرين. ابهرت الجميع. ليش ابهرتهم؟ قبل ما نبهر الجميع.
أول مرة في حياتي نطلع سيغسين دانسوز، عندي دو سالون دو كوافور. أول كليونت تجي قدامي في الطاولة، أول مرأة معناها نشوفها هي كليونت متاعي في السالون دو كوافور اللي هما ما يعرفوش الشيء هذا. اكتشفت فيك الحاجة الأخرى. يعني أنا ديجا دونك أبهرتها. مش أبهرتها، ما حبيتش نقابلها، ما حبيتش يوصل الشيء هذاك. شانا في هذا الوقت هذاك، في الوقت هذاك في الوقت هذاك كنت حاشمة بالحكاية. ليه ليه بيه. أبهرت الجميع، أبهرت الجميع كما أبهرت حسن تو، كما أبهرت الجميع. بعد بشوي بشوي عجبتني الحكاية، بعد وليت عجبتني الحكاية، وليت يكلموني على دي سواري بريفي، على دي حاجات معناه. دونك دونك أنا ماكيوز نخرج نخدم بالليل، نقول دارنا اللي أنا نخدم ماكيوز بالليل. نخدم في لي تورناج. دونك بديت الرقص سريا. سريا الرقص السري. الرقص السري واضح. أربع سنين نخدم. أربع سنين. أربع سنين نخدم في السر، حتى حد ما يعرف، وكأنها تهمة. نخرج من دارنا نتعشى، نسلم على الناس الكل، نهز باليز وفيها مكياج وفيها كل شيء، ونمشي نخدم على روحي ونروح. ما يعرفوش ليه دارنا فرحين مسرورين، والناس الكل يحبوني، ماشي في بالهم فلوسي باهية وفلوسي باهية وكل شيء باهي. راهو ملك كان فلوس بيان سور، وكي تعطي الفلوس تولي أحسن عبد في الدنيا بيان سور. خاطر هذا كل نخدم في لي سواري بريفي. بعد أربع سنين، نهار الأول اللي دخلت نخدم فيه العرض هذايا، اليوم دخلت غدوة هبت ستوري، بعد غدوة العيلة الكل جيتني لدارنا، عائلة الفامي الكل جيت لدارنا، الأسرة العظيمة الكل جيت للدار، وجيوني للصالون للصالونيات متاعي. كمجرمة؟ كمجرمة، مش كمجرمة، باش نقول لك شنو الكلام اللي تعرضت له، أنا مجرمة. لي مجرمة مجرمة. سامحوني في الكلمة، كلمة مجرمة شوية أنا دخلت فيها. سامحني منحرفة معناها. وكأنك انحرف. يعني بائعة هواء، بائعة هواء. باهي ما نحبش هذا. ليه تقالت، قالت هي اللي تقالت. تفضل. تقالت. هاي تفضل. نلقى. يعني وليت عار على. جي خويا، جي خويا يحب يقتلني، جي خويا للدار. كاريمون. كاريمون يحب يقتلني ويتهدد ويحب يقتلني. أنت من حومة شعبية. أنا كنت من حومة شعبية. في الوقت هذاك في الوقت هذاك وحتى حد ما يعرف. اون فيت جاي خويا يحب يقتلني، فامي كامله تلمت للدار، الناس كل يحكيوا معايا، راني نفسر لهم، راني نعم في فن، راني نعم في حاجه باهيه، رو انا حاجه ديك روح، حاجه نتنفسها، رو كي نعملها نرتاح، رو درا شنو ما نجمتش نقنعهم. باهي هما الكل ملمومين في الدار، قالوا لك تعتزل وتبعد على الواقع. تعتزل، مازلت نفسر. انا عندي خالتي نحكي لها، عندي خالتي نحكي لها في الموضوع، قلت لها راهو راني دانسوز بيان سيكوريزي اي تو سا اي تو سا، قالت لي حتى حتى تروتوز بيان سيكوريزي. يعني انت تقارن هذه بهذه؟ باهي لا مقارنه. باهي انت ما عندك جرأة كبيره في الكلام. انا 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 صريحه، انا صريحه، انا انا ما وصلت طلعت اليوم وحكيت الكلام هذا. عندك رغبه يعني باش تحكي. اسلام والغريب واسمك اسلام. اسمي اسلام واللي عمل لي برشا مشاكل في خدمتي. علاش عملك مشاكل؟ مش مشاكل في خدمتي، هي طرفه. بو افيش. اسلام الراقصه اسلام. الراقصه اسلام ما تجيش، سميوني فافاني، سميوني سوسو، سميوني حسيلو، سميوني الاسماء الكل. بعدوا لك اسم؟ بعدوا لي، مش هما باختيار، قالوا لي من التعليقات. اي من التعليقات وكيفاش، واسلام دانسوز وكل، والتصويره حاجه والاسم حاجه. انت ببدله الرقص مكتوب اسلام. اكزاكتومون. ولا فيش في التصويره يعني وجهي يعني انا هذا. اسمك مش على جسمك. ما تجيش مع بعضها جمله. اسمك وجسمك متناقضين. اسمي وجسمي متناقضين. قديم جمله ما نعرفش علاش سميوني هكا. واختي اسمها عندكم شتقوا اختك راق ترقص؟ اختي بالعبايه الشرعيه ورجلها مدين. يزي اختي بالعبايه الشرعيه وتصلي يعني اختي بالعبايه الشرعيه مش حجاب، النقاب. لا كنت عامله نقاب ونحاته، بون نحاته لاسباب طبيه، اما اختي لابسه عبايه شرعيه رجلها مدين وباللحيه. دونك اسمها على جسمي. اسمها على جسمي الحق، معناها ملك. ماهيش ماهيش. وانت اسلام ردوك كفر معناها؟ انا اسلام ردوني كفر. اي مالغري باهي تعديت المرحله هذيك، العائله الكل داروا عليا،
ماما مريضة، صار ما صار، وناس كل دارت علي ولازمك تبطل وفيك وعليك ودرا شنو. في الليلة هذيك برشا عائلات تونسية هكا، برشا عائلات تونسية وبرشا كلام خايب أنا تعرضت من عائلتك. من عائلتي. أي واضح. من عائلتي. أنا جاي وقت تمنيت نقول توا قدام الناس الكل، تمنيت عندي من لي كوزان ولي كوزين متاعي، تمنيت شكون يعمل لي هكا كهو يطبطب عليا. ما لقيت حتى حد، لقيت عالم ضدي وانا وحدي. تمنيت العاطفه يعني، تمنيت شكون يعمل لي هكا انا، ما لقيتش. فاقده شيء هذا؟ انا فقدته في الوقت هذاك، فقدته. اي انت تمردت على العائله كلها. شنو عملت؟ انا هزيت ماما، هزيت ماما البسي متاعي، حكي معاها. شكون عندي اهم؟ انا عندي كان امي في الدنيا هذه. طبعا. هزيت امي للبسي متاعي باش يقنعها، باش يقنعها وحكي معاها. علاش هو اللي يقنع؟ خاطر هو بسي متاعي انا. نعم في سيدي معاه وكل اكزاكتومون وكل، اقنعها وحكي معاها وكل. بون كملت. كملت اقتنعت جزئيا. خذيت انا كتاب قران جبته لما جيت بحذاها، قلت لها صدقني معناها ما فماش اقوى من ربي في الدنيا هذه. حلفت بالقران. قلت لها اللي نعمل فيه بالنسبه لي انا حلال. أي. بالنسبه لي انا نرى في روحي حلال. لا ما معناها حلال ولا حرام، حرام الموضوع. حلال. بالنسبه لي انا واضح. دونك مانيش، ما ضريت حد، ما اذيت حد، ما فتنتش. مارس في الفن. مارس في حاجه نحبها. وشغف نتاعك ولا حاجه اخرى. يوما معناها في نهار اخر باش نتحاسب وحدي، سامحني. اسمع ما ندخلوش في حلال وحرام. حلال وحرام هذيك حاجه اخرى. حلال وحرام هذيك حاجه المهم اخرى. المهم هذا الشغف نتاعك، قصه الحب هذا متاعك. شغف نتاعي وهذه قصه الحب نتاعي. باهي تعديت بريود هكاك، قعدت نخدم وقطعت عائلتي كلها، قطعتهم في قطعتهم يعني قطعتهم. يعني خويا عندي، خويا عندي 7 سنين ما نحكيش انا وياه. ما باش ما تحكيش وحدك هكاك مونولوج. راهو معناتها انت كان عندك خيار في حياتك بين عائلتك والرقص، اخترت الرقص. اخترت الرقص على سالون، على دو سالون دو كوافور. هي ودي عائلتك تقول لي دو سالون دو كوافور. على كل شيء، على كل شيء، على كل شيء. اخترت على عائلتك. اخترت على عائلتك. قصة حب يعني. قصة حب. شنو رايك حسن؟ والله شنو رايي؟ يعني بصراحة هذه قلت لك ربي يعطيني موهبة. والموهبة هذه تسري في جسدها. والمسألة هذه نتاع الرقص، والرقص في تونس وكذا وفي الأمة العربية لا يشكل عار أو شنار. وفما أيضا عند بعض العقلية. استناني عايش خويا. تفضل. مادام راقصة هي أكيد عندها بطاقة مهنية، ما عند وزارة الثقافة. شأنا فهد. عندها شيء شأنا فهد. واش دخل عليها أنه هذه الخدمة، هذه خدمة معترف بها. أي طبعا. هي عند الدولة التونسية مش عند سيادتك. إيه نحن نحكي ولا هذا؟ فهمت شو شو هذا في هذا؟ أنا قلت الدولة التونسية تبيح هذه المهن وتعطيها بطاقة وعندها حقوق وعندها واجبات وعندها أمور. يا حبايبي حرية شخصية. أنا بالنسبة لي وبارك الله فيها ومحلى الاسم إسلام. فهمتني؟ وأنا ريتها منذ حين قبل ما نبدو التسجيل وأشرت لك بذلك. لا ما أشرت ليش، خرجني أنا. ما أشرت لكش. أنا شفتها وما أشرت لكش بذلك. فوالا ما أشرت ليش. قلت لك شفتها كيفاش يا سمير هذيك تعمل في تقرا في تتعود على نفسها. هذيك يعني شيء هذيك الدين مزروع فيها، مغروس فيها. تقرا في الفاتحه قبل ما تصور. مش في الفاتحه، المعوذتين. المعوذتين مش ما ياخذوكش بالعين؟ ليلي لا باش نحكي قصه اخرى. انا في رمضان السنه بون صارت لي بون بعد اللي حكيته لك هذاك الكل، بعد اللي حكيته لك هذاك الكل اللي حكيته لي وقفنا وين انك انت قررت تمشي للرقص وتقاطع قررت نمشي للرقص وتقاطع عائلتي. دخلت في قطيعه مع عائلتي. قعدت مناوشات خويا كل يوم، تليفون يتهدد خويا كل يوم، نسكروا باب الدار، نسكروا باب الدار بالمفتاح. توا تواجهت نحكيها قدام ناس كل، وناس كل باش تسمعها اليوم القصه هذه. خويا يحب يقتلني. يحب يقتلك؟ يحب يقتلني. نسكروا الباب المفتاح، يجي للدار الستة نتاع الصباح، نكمل الخدمه ونبدا انا والوالده وحدنا. يجي للدار يحب يقتلني. ديجا خويا 7 سنين قاطعته، ما نحكيش انا وياه. يحب يقتلك؟ يحب يقتلني. عنده انا طفله فاجره. خوك متدين؟ ماهوش متدين. عادي يشرب. عندك؟ ويشرب. يشرب. مثقف. مش ما نقولوش مسكر دينيا ولا مسكر في مخه. مثقف. قاري. اما اي محافظ. مش محافظ. رجل شرقي. رجل شرقي محافظ. اي محافظ. رجل شرقي. عائله محافظه. رجل شرقي. به
دونك انت وانت انا عرفت لي انت تسكن في مكان سري، عائلتك ما يعرفوش في الوقت هذاك. تقلقت، انا تقلقت برشا وليت نخاف، وزدت تقلقت على الوالده، تتعب ولا تتعب نفسانيا ولا تتعب جسديا من المناوشات وكل شيء. ولذا اش عملت؟ خرجت من المكان اللي انا كنت نسكن فيه اللي هي دارنا، نقلت نسكن في بلاصه ما يعرفها حد، سريه ما يعرفها حتى حد. علاش؟ باش نجم نكمل المهنه نتاعي كما انا نحب، خاطر عملت بيوت نحب نوصل لها وانا باش نوصل لها. نسالك سؤال اسلام، يعني مشيت سكنت وحدك وضحيت انا والوالده. الوالده ديما معاك؟ الوالده ديما معايا، ديما مساندتني، ديما حتى كانت موافقه، هي ام تو في الحالي، في الوقت الحالي موافقه سايقة في الوقت الحالي موافقه. وتمشي تتفرج فيك ساعات؟ تتفرج فيا في اللي فيديو، في اللي فيديو، في اللي فيديو. معجبه سعيد ماما والوالده بتاعي كما برشا، معناها امهات التوانسه كاي ام تصلي ومدينه وتقرا قران وكل، معناها كاي ام عاديه. اي بيان سور، معناها مش محافظه. وعلى فكره عائلتنا ماهيش محافظه، راهو معناها عائلتنا الموسعه ماهيش محافظه. اش معناها اي؟ معناها كيف جاو ضدي في الدانس، معناها عائلتنا رانا نخرجوا نسهروا مع بعضنا، لي كوزان اي لي كوزين. نخرجوا ما يعادش بيه، فما اللي يشرب وهو محافظ زاد، معناها هذاك هو النفاق التونسي، هذاك النفاق التونسي. محافظه راهو، لا ماهوش نفاق، العائله المحافظه مش معناها راهو فما، معناها مش معناها كل شيء ممنوع. صحيح. اي ما يعيش وحيد. هي تقول عائلتها مش محافظه، معناها عائله كما التونسي الكل. يعني خوها منين جاتو؟ هي فهم كلمة محافظة بالغلط، تفضل. منين جاتو الشيء هذاك؟ العائلة مش محافظة، هو قال لك حب يقتلها، لو حب يحب يقتلها حب يعمل جريمة، تعرف شو حرية البشر. لتوا 7 سنين ما نحكيش أنا وياه. حب يعمل جريمة. أي بعد يعني بعد سبب. بعدها سبب هو الرقص. أنا جتني فترة من حياتي عام ولا عامين عشت فيها في دار خالتي، دايغ نوجه لها تحية، وهي مش خالتي، أختي ونحبها برشا وكل شيء. عشت في دارها عامين، بعدها مواليد دونسوس، وليدها أكثر من خويتي وبلوتو خويتي، معناها تربينا وعشنا مع بعضنا. واضح. خرجت أنا وليد دونسوس وكي شافوا لي فيديو نتاعي نقرا في لي ميساج من بعد، معناها لي ميساج اللي جاوني، صحابي يراو فيك تشتح، وبعد ما شافوك في دارنا تستعار منك وليت. الناس تستعار مني. نكملوا القصه نتاعك بعد ما نخرجوا دقيقه كارفور ثم نعود. وتوا موعدكم مع دقيقه كارفور. من 1 حتى ل 19 ماي كارفور يحتفل بعيد ميلاده 23 ويحفلها مع حرفائه العزيز عليه ويوعدهم برشا مفاجآت بالإضافة للعروض اللي تدعم القدرة الشرائية. كارفور يزيد يحفلها معاكم ويربحكم 3 كراهب كاملين ويحط على ذمتكم 3 مجموعات إلكتروميناجي كبار للربح. ما عليكم كان تقيدوا أساميكم في البون ديجيتال الموجودة في مغازاتكم كارفور باش تكونوا من الرابحين، وتستنى فيكم دي زوفر إكسيبسيونيل. اكتشفوا كل العروض والفريات نتاع العيد ميلاد على الفاش فيسبوك اوفيسيال كارفور تونيزي والا على سيت اوفيسيال كارفور.fr. كارفور تشكر حرفائها على ثقتهم المتجدده، ونفكروكم مغازات كارفور ايلو سيرفيس كليون للمره الرابعه على التوالي. نستناوكم في مغازاتكم كارفور المرسى، كارفور مول اوف سوس، وكارفور مول اوف سفاكس. كنتوا مع دقيقه كارفور. نرجع إذن لمواصلة هذه الحلقة من برنامج الوحش بروماكس. موضوعنا هو المهن التي ضد التيار وضد بعض العقليات في المجتمع، المهن اللي تعتبر نوعا ما بين ظفرين منبوذة من عقليات معينة ومرفوضة. كنا نسمع في بداية قصة الراقصة إسلام، معنا أيضا الراقصة والكوريغراف روعة بن منصور، أهلا وسهلا. ومعنا أيضا الراقصة سارة، أهلا وسهلا. ومعنا أيضا بطلة عالمية في الفنون القتالية مهاء الهويمل. زادة باش نعرفوا مهنة أخرى أو اختصاص آخر نوعا ما، زادة حتى المجتمع يقول لك امرأة قتالية وعنف وكذا وما نعرف شنية. نحبوا نعرفوا القصة من عند مهاء بعد قليل، ونكملوا مع إسلام. إسلام الرقص هو يعني جسد، تحرر، تمرد،
مؤتمر أسيان، هو هذاك الرقص. هو روح. أنت كي توا الشغف هذا فهمت أنا عندك شغف، كلنا عندنا شغف في حاجة. صحيح. نمارسها بمتعة، هو الشغف نتاعنا، نعيشوا بها، نتنفسوا بها. أنت الشغف نتاعك هو الرقص. نحس أنا كي ننشطح نحس بنشوة. يعني نحس بروحي نتنفس في نفس آخر، نحس بروحي معناها معناتوش تنتشي حين تمارس نشوة. تتخمر نشوة. تتخمر والتخمير ما عند المتصوف التخمير. أي تصوف تصوف والمتصوف يشتحوا له يشتحوا شطحتهم عندهم الكتة وعندهم غير الكتة. الكتة الكتة نعم ما تعرفهاش الكتة ربي يعمل بيه بعدها بعدها صراحة أنا من أول حس الكتة والخمر والرقص بيه قاموس بعدها سيدة إسلام خلنا نمشيو بشوية بشوية خاطر نحبوا نفهموا كواليس الخدمة ذي والقصة اللي وراها. أيوة. وهذا هي فكرة البرنامج. الجسد نتاعك هو رأس المال الرمزي تاع الراقصة. أي الراقصة هي جسد ثم روح ثم تقنيات كما تقول أنت. أكيد شنو يمثل لك الجسد نتاعك؟ أداة عمل؟ أداة عمل لازمك تتلبي الجسد نتاعي يمثل لي اللي لازمني نتلهي بيه سبار جناحاتك جناحاتي حاجات لي معناها ناكل مياكله صحيه نترينا زاد الراقصة عمرها محدود عمرها قصير عمرها محدود اما تكبر. اذا ما تتلهيش بروحها هنا انا عندي منقول به انا باش ما نكذبش قلت لك كما قلت لك راني باش نكون صريحه على الاخر اليوم به انا كي دخلت للدومين هذا دخلت له صغيره ما لقيتش شكون يأطرني ضعت ما لقيتش شكون يقول لي امشي لهنا وامشي لهنا ضعت يعني ما انحرفتش ليه علاش نو ضعت اما عملت حاجات غلطين عملت حاجات ما يتعملوش من نوع يعني مثلا هو الرقص المحترف يمشي يخدم ويروح ما عندوش علاقه بالكليونات ما عندوش علاقه لا مش بالكليونات ما ندخلوش في الاطار هذاك ما يعملش علاقات ابار ما يعملش علاقات يعني ما تتكملش تسهر انت ما ماذا بيك تروح خاطر عندك وقت نتاع نوم عندك وقت نتاع ماكلة كل شيء مضبوط عندك كان انت عبد بروفيسيونيل واضح انت كنت تقعد انا جيتني بيريود مشيت في معناها تبعت عبيد معينين كنت نقعد شويه بعد الخدمه بل معناها بلبست شويه صراحه تفاصيل بلبست وضعت شويه بلبست شويه وضعت شويه واضح. بعدها جيت وحش مره تحب التفاصيل مره ما تحبش التفاصيل مهمه ذي خلينا نفهموا بعدها شويه هي صريحه برشا بعدها شويه جيتني وعكه صحيه جيتني جلطه 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 من شنو؟ ما نعرفش جتني جلطة تودانكو جتني جلطة وصلت رقدت حتى في الكوما في الإنعاش في الإنعاش والناس الكل تعرف معناها أولاد الدومي عمرك؟ 24 سنة فما سبب فما حتى سبب فما ديبريسيون فما فشل عاطفي فما حاجة حتى شيء علاقتك بعائلتك حتى بوتيتر ستريس الهم ستريس ليه ستريس ستريس خاطر ديجا أنا مقاطعة العائلة نتاعي فوالا وذاك صعب جاتني جلطة دونك ولا أولاد الدومين كل يعرفوا على الحكاية هذي الناس كل ولات تبكي عليا وصار 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 إي دونك باهي رجعت بعدها بشوية بشوية وكل بون بعدها جيت مع بيريود رمضان وكل باهي في الوقت الحالي هذاك فما صاروا لي مشاكل فما عبيد ما حبونيش ننجح يعني انا على اساس باش نرجع شنو عملوا لي تليفونات لعائلتي لما بيان سور يعني للوالده نتجاوزوا هذا خاطر نتجاوزوا عائلتي بريود رمضان بريود رمضان قلت بيني وبين روحي يا باش نكمل يا باش نقص باهي في رمضان بعدت على الاصحاب بعدت على العبيد الكل قعدت مع روحي قعدت مع ربي نحكي مع ربي نسجد لربي نصليت قريت فيه قرآن صليت نصليت قريت فيه برشا قرآن وبعدت على الرقص شوي رمضان 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 هذا رمضان هذا صليت قريت فيه برشا قرآن قربت لربي قيام الليل وكي نصلي قلت له يا ربي انت زرعت لي المحبة في قلبي للمهنة هذه إذا كان فيها الخير لي قربها إذا كان فيها شر بعدها صار به كل يوم ندعي كل يوم ندعي في قيام الليل إبا كل يوم يجيني تليفون على خدمة بعد رمضان كل يوم يجيني تليفون على خدمة بعد رمضان
استجاب لك رب. إبا أنا من بعد رمضان كي رجعت للخدمة تبدلت 360 درجة، نمشي نخدم، نصلي، نمشي نخدم، نروح نحي المكان. بين الرقصتين تعمل صلاه. لا انا كي نمشي انا كي نمشي نخدم باش يضحكوا راهو ربي ماهوش في لبستنا يا عبيد. عندك حق، راهو ربي ماهوش في الملابس نتاعنا، راهو ربي في قلوبنا. انا كي نمشي نخدم مع ملابس الرقص نتاعي نهز كتاب قرآن. واضح. لا علاش نقصوا من الضحك. انا كي نمشي نخدم نهز معايا كتاب قرآن في وسط ملابس الرقص نتاعي في الفاليز. في وسط ملابس الرقص؟ مش في وسط، معناها في الفاليز من اللوطه. نكمل نصلي نهار كامل، نقرا قرآن، نمشي نترينا، ناكل في ماكله هيلثي وكل، نروح من الخدمه. الصلاه زاده وليت مرتحتني في اعصابي في كل شيء. شوف انا يا اسلام ما نحبش ندخل في الامور تاع حلال ولا حرام ولا لا لا لا، جوست انا نتعامل معك كفنان. اي كفنان. قصه فنانه وقصه انسانه. جوست نكمل. معناها وليت نكمل الخدمه. نروح نحي المكياج هذاك الكل، ونحي اللبسه هذيك الكل، نتوضا، صلي الصبح تاعي ونرقد. واضح. وقعدت هكاك. وقعدت هكاك لحد الايه؟ وربي حلها في وجهي وليت نخدم في ميدان الرقص، وليت نخدم اكثر، وليت عبيد تعيط لي اكثر، وليت ناس تحبني اكثر، وليت معناها هذه مربوطه خاطرك تصلي. انا ريتها هكا نظرتي انا. دخلت لنا توا السيد اسلام. انا خوك نعتبر مخلوقات ربي ينجموا يتفاهموا مع ربي بالطريقه، هو خلق، هو الخالق، هو مخلوقات يعبدوا فيها. أيوة. انا اسمعني اخزر لي هذا، مانيش نناقش في هذا. اسمعني خلينا نكمل لك انا. اي تفضل. هذه تعبد يعني، او تقرب من ربي، او تطلب في معونه مع عند ربي، وربي تحس ويستجيب له. انا نقول خارق العاد، وربي يعينها، وربي يفرج على الجميع، جميعنا باب الواحد. ربي، ربي يهدينا ويهديك خاصة وكذا. خاصة ربي يهديني انا، انت الواه يهدي فيك. خليك وحش يا وحش. اسلام يعني سامحني راني نسال في اسئلة المجتمع التونسي بصفة عامة. واضح مستنسة بيهم. انا باش نسالك باش تجاوب، باش تنجم انت بافكارك وبإجاباتك تقاوم العقلية هذه والفكرة هذه. مستنسة بيهم. الفكرة نتاع الناس على الراقصة بصفة عامة انه مرأة سهلة. عندهم في مخهم يمشي يسهر يتفرج في مرأة تشطح، بالنسبة لي هو سي مرأة سهلة، وهو راهو العكس. انا نعرف برشا معناتها معناها نساء يمارسوا. تعرف فيهم يا وحش كفن فقط. وحش نجم. لا شو لا نكمل. شو تعرف برشا الناس يعني؟ نعرف شنو العيب. سبحان الله، يعني ترتاد تلك الاماكن وما تسويش. هو ارتادوا تلك الاماكن. بارك الله عليك، يمشي ويحكي يقولوا لي راهو كان هنا احسن. اي طبعا. يعني لا معناها نعرف للناس كلنا. يعني امراه سهله بالنسبه للناس. أنا أقول كل إنسان حر في حياته. اللي تحب تكون سهلة تكون سهلة، واللي تحب تكون ماهيش سهلة تكون ماهيش سهلة. سهلة العملية. يعني نجم تكون امرأة سهلة وهي ماهيش راقصة، ما عندهاش علاقة بالراقصة. أنا نعرف برشا مربوطة بالمهنة. أنا نعرف برشا بنات سهارة واللي وراقصات. سهارة. تلبس لك بدلة. إي عادي. وليت راقصة. وهي ما عندها حتى علاقة بالرقص. واضح. انتم في مهنتكم وكراقصة تسمعوا برشا كلام جارح هكا ولا؟ بالعكس، نسمعوا مجاملات، نسمعوا كلام غزل، نسمعوا كلام محلي. بزنس تحرش؟ تحرش لا. شوف تحرش. شوف سيدة اسلام. انت تشطح في اماكن كيما الملاهي، كيما سهرات، كيما ليزيفينمون، كيما المهرجانات، كيما المهرجانات. انا جبت لك على الملاهي ولي كباري. أنا نحب نتناول هذو بلايص هذو لي كاباري، والخدمة فيهم ماهيش سهلة، وخدمتكم مش سهلة. خدمتنا وجنرال الليل ماهوش سهل. فوالا، خدمة شاقة. اليوم أنت تتعامل مع ناس في وضع في حالة معناها أخرى. خاطر يشربوا كذا ويتعطوا في الخمر ويحبوا يشيخوا ويوليوا في حالة نشوة ويتخمروا. أكيد. وفما اللي يخرج على الموضوع. أكيد. دونك الراقصة تعاني. صحيح. هكا ولا الرقصه تعاني. التحرش، الخروج تعاني. على الحدود، تجاوز الحدود. اما هنا وقوه شخصيه الاغراءات
الاغراءات هاني قلت لك هنا انت وكل شخصيه كل عبد. راهي انا عندي كلمه، انا فما كلمه كنت نقولها للوالده وانا صغيره كي تبدا خايفه عليا وكل نقولها، راهو معناها الوالد يرحمه يعرف شنو رب، معناها راهي اسهل اثنية الفساد وكل واحد وين يحب يتجه به. اسلام ما نعرفش شنو الحسانه اللي عندك من هذا الكل، اما راهو انت فما ناس ما يرشقوا عليك، حطوا لك الفلوس في واحد وانسان سكران قدامه امراه لابسه 20% من حوايج ولا 10%، ثم 80% من مساحه بدنها قدامه، ميم حتى اكثر عندك انت اكثر، انت 99% ميم حتى اكثر. انا ما نحسبهاش راني تونيو، انا نجم نلبس لك جلباب، انا نجم نلبس لك جلباب نشطح لك بيه نغريك بيه اكثر من لبسه نتاع دونس. الله اكبر. ما هو براهي هذا ارهاب. تفضل سي حسن، انا مش مرتاح. انا احيي فيك هالجرأه والصراحه وسايسين على الوحش، فهمتني؟ وبصراحه شنو يعني هو هذه بنات الليل، كلمت بنات الليل خلقت بنات الليل، بنات الليل وفي اهل الليل وفي اهل بسم الله زي عالم الليل، يعني هالعالم هذايا يعني يشكل خطوره ليك واللي تعودت عليه. اي صحيح. تعودت اول حاجه تعودت ووليت كل كلمه خايبه ما عادش تحس، كنت تطيحني توا وليت تقويني، كل عبد يحب يطيحني نطلع اكثر. كنت تجرحك؟ كنت تجرحني الكلمه، كنت توجعني، وانا في طبعي حساسه، انا برج العذراء، انا حساسه. هو كلمه بنات الليل راهي تؤول معناها تؤول اي شويه. لا 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 انتقى احسن هكا ولا لا؟ لا مش صحيح. لا لا كلمة بنات الليل هو يقصد بها ان البنات اللي يخدموا في الليل. اما احنا في تونس نخدم في النهار. انا نخدم في النهار. شنو الفرق بين الليل والنهار؟ يعني مانيش في الليل نخدموا في النهار. دونسور عمرها ما كانت في الليل. لا ما فهمتها بالغلط بنات الليل، لا مش هذا. هو يحكي على العبيد اللي تخدم بالليل. فوالا فوالا. اي مش بالضروره يعني. لا لا احنا اخترنا يا سارة، احنا اخترنا الليل. اخترنا يا سارة. نحن في بالناش انه فما ناس تسهر بالنهار. كان فما ناس تسهر بالنهار مورين عليهم. اخوات ولوا بنات النهار. احنا ما نخدموش كان في السهريات رانا. نخدموا بارتو في اي وقت. نجم تكون فما يبان مصر. اشتيح يجي حتى الصباح الاخوان. يا على الصباح يبدا يدز يا اخويا يعطيك الصحة. قلت لك ثم راقصة صباحية الليل النهار. توقيت بصراحة الصباح في النهار يعني الاحتفالات تتعلق بالطهور وكتبة الزلاق وما فماش في الليل. في الليل نعم في الليل. باهي نحكيو على الليل، احنا نحكيو على خاطر التعب والخطورة والمشاكل تجي في الليل. ابشر نقول لك على التعب وبرشا عباد يصخايبوا ساعة الناس الكل تقول لي تخدم دونسوز صحة ليك، تخدم دونسوز صحة ليك عاملة جو، تخدم دونسوز صحة ليك ديما في الليل. مهنة الفرحة راهي خدمة الدونسوز باش ما نقولش من أصعب المهن، أما راهي حاجة صعيبة. من أصعب المهن راك تخدم، تبدا لابسة كوستيوم تاع دونس، راهي تبدا تجرح فيك من داخل. وأنت ساعات تبدا حزينة. اما انا لازمني نوزع الفرحه على غيري. باش نسالك السؤال هذا، ساعات تبدا تمشي تخدم وانت حزينه، جاك خبر خايب، معناها عندك حاجه صحيح وصارت لي هكا. انا مره طالعه سي حسين ويلزمك تفرح الناس. انا مره نبكي سي حسين، نعمل هكا وتشطح ونشطح. علاش؟ كلمتني اختي قبل، انا طالعه توا سي حسين، كلمتني اختي قالت لي الوالده في الدار قالت لي راهي تعبه برشا، خاطر ماني قلت لك معناها في الدار وحدنا وكل، اختي في دارها مع راجلها دونك ما ينجم حتى حد يمشي لها في الوقت هذاك. قلت صاي معناها الوالده لطف عليها وربي يطول في عمرها وان شاء الله عمري قبل عمرها وان شاء الله ربي يفضلها لي. معناها تلمو خفت وتفجعت عليها سيبها، قالوا نحيوا التليفونات نحيوا كل شيء، توا طالعين سي حسين وبدا معناها الدي جي يخدم. طلعت فريمون النهار هذاك ما ننساهش، فريمون النهار هذاك ما ننساهش. تبكي وتشط نمسح فيها هكا كوم كوا نمسح في العرق، يعني على اساس نمسح في عرق، على اساس نمسح في عرق تبكي. وانا مبتسمه ولا نمسح في العرق هكا كوم كوا معناها على اساس عرق نمسح فيه
وانا نبكي. كملت نجري ديريكت، روحت مشيت هزيت الوالده للطبيب. باه شوف اسلام، احنا لهنا رانا مانيش محكمه اخلاقيه. اكيد اكيد، ما عندناش احكام اخلاقويه، وذاك علاش انا نمشي كان نحكي معك كفنان كإنسان ونحترموا الاخلاق برشا. نحترموا بيان سي كل حاجه في بلاصتها، خاطر احنا راهو في الحوار هذا واحد يمشي على الالغام، فما مجتمع وفما كذا وفما دونك الذي لا يرحم اي الذي لا يرحم، ولكن فما ضوابط في المجتمع، فما قيم، فما انت بيدك تمشي على الالغام، خدمتك صعيبه والصعب نتاعها يجي غادي. صحيح. انه عندك شغف في حياتك، اما في نفس الوقت فما مجتمع عنده دي فالور، عنده قيم. صحيح. عنده حدود، عنده امور معتقدات. صحيح. وكذا صعيب برشا. صحيح. يعني شوف تعاني من هذا. نعم. وتعاني من الليل وعالم الليل ومشاكل الليل وسهريات الليل والعيشة في الليل اللي هي عندها أثار صحية ونفسية وعندها مشاكلها وعندها تحرش وكل شيء. علاش التضحيات هذه الكل؟ على خاطر شنو اللي يخليك تتحمل هذا الكل؟ على خاطر قطعت عائلتي، سكر دو سالون دو كوافور، اخترت باش نعيش في هذا الكل. اي عندك برشا. اي خاطر نعمل في حاجه نحب. وما ما يعرفوش اللي انت مازلت ترقص. هما توا في بالهمش لي انا، هما اليوم كي باش يتفرجوا في ليميسيون هذه باش يتصدموا اللي انت مازلت، باش يعرفوا. ونحب نقول لكم راني مانيش ناوي نبطل، ونحب نقول لكم ميرسي بوكو اللي جيتوا. ماشي في بالهم بطلت؟ ماشي في بالهم بطلت. ونحب نقول لهم ميرسي بوكو اللي جيتوا ضدي الناس الكل، خاطركم زدتوا قويتوني ونجحتوني وخليتوني باش نقوى اكثر واكثر. وميرسي بون. انت المهم خليت من عائلتك امك بجنبك، دونك امي انا عندي ربي من الفوق وامي من اللوطه. ما دامها امك موافقه وكذا، انا ربي من الفوق وامي من اللوطه. واضح وجهه نظر، انت وكانك تتحدى في عائلتك. مانيش نتحدى في عائلتي، انا شنو نقول؟ انا نقول اللي يحب يتقبلني كما انا مرحبا به، واللي يحب ما يتقبلنيش هو حر. هو حر به. كل انسان حر في حياته. جسدي ملكي جسدي ملكي وانا حره فيه. وانت حره فيها. وانا حره فيها. تقولها حتى لعائلتك كذا. تقولها حتى لعائلتي، انا ماجوري فاكسيني. تقولها حتى للمجتمع. تقولها حتى للمجتمع. المجتمع يجرمك معناها بريس. اكيد. يشيطنك. اكيد. يقول الراقصه معناها. يقول انت قول انت به انت انت تقول عليا معناها انا بيا وعليا وانا ما نصلحش وانا انت كي تخرج تسهر، انت انا كي نطلع تبدا بتليفون، كي نطلع سيغسين تبدا بتليفونك وفلوس وهكا وهكا وهكا، وغدوه كي يروح انا يولي الرقصه ديكا بها وعليها. شوف نفاق المجتمع يسمح لي نعيشوا فيه. مش ناس كل، مش ناس كل، اما نحكي اغلبيه. باهي في رقصه شرقيه. اها. دونس اورينتال، الرقص الشرقي. فما حاجة يلزمها دقيقة ياسر، يلزمها تصير في الرقص الشرقي باش يقعد فن. بين أنك تكون راقية، بين أنك تكون بذيئة، خيط رفيع. فما راقصة، أي فما راقصة كي تشتح تظهر بذيئة فيلغير. هذاك أنا ما نسميش فن، سامحني. حتى ولو لبست، مهما لبست تظهر ديما كلاس وراقية وتمارس في فنها. أي كيفاش تحافظ على كيفاش ما انا نرى اللي الرقص الشرقي فن، واللي الرقص طبقات، واللي الرقص ماهوش اغراء. معناها النجم ماهوش اغراء. الرقص الشرقي اغراء. نجم نغريك بعينيا وانا نجم نغريك بعينيا وانا نغزر لك. صحيح ولا لا؟ مش صحيح. من لا نجم لي كمثال حشمتي يا بنتي، ما تحشميليش الوحش. ما نغريكش يا حسان كي نغزر لك. خطيره. خطيره جدا. نجم نغريك بعينيا وانا نغزر لك، وتنجم تطلع وحده تشطح بجلبي. صحيح. هذاك اغراء اخر. صحيح. اي اغراء. اما نحكي لك نحكيو كجسم جسد. جسد اسمعني اسلام، الرقص الشرقي مبني على الاغراء. الراقصة وقت اللي تطلع على الطاولة وتطلع في السيرسان، هي في النهاية تغري، يلزمها تكون مغرية مثيرة. صحيح. ثم أنت مطالبة بهذا حتى في خدمتك في البلايس اللي تخدم فيهم. عارفك ماذا بيه الكليونات تغري. أنا جامي خدمت مع بريسك خدمت في لي كونسيبت نتاع الرقص الشرقي. جامي معناها جامي عارفي ولا مولا كونسيبت فرض علينا حاجة ولا يلزمك تعمل حاجة ولا إكس ولا إكري. بالعكس. أما يلزمك تكون مثيرة أحسن عندك. أول اسمع، الرقص الشرقي هذا رقص عالمي الآن.
هو تنطلق من الشرق وعنده رموزه الكبيره وعنده تاريخ وعنده رموزه الكبيره. والان في امريكا عندهم مدارس يدرسوا في الرقص الشرقي يا حبيب. تبقينا حكايه الاغراء واللي مش اغراء، كل واحد ونيته. اذا كان نيتك انت من الاول جاي حبيت الاغراء يعني تمشي في الاغراء. هي زاده هي هي هو الفن هذا كائن مش نحن خلينا نتحدثوا على العرض الفاتن. يفتنوا يشيخك يطلعك للكذا يعني يصبح بدنا هو مجال تعبير لا مثيل يعني. فهمت شنو هو؟ وهذا معناه مش دونيات ولا مش ماهوش الناس كل ماهوش الرقصة كل قادرين. وهي حتى الإثارة راهي فن، حتى الإغراء فن. أما ما نراهش فن ياسر بالنسبة لي أنا. كي يبدأ فيولغيغ يبدأ فيولغيغ أنا ما نراهش فن، سامحني مع احترامي لكل راقصة كما فنون أخرى فيولغيغ وكل زملائي كل مع احترامي لهم. أما أنا نرى الرقص الفيولغيغ ما هوش فن، سامحني باهي. معناها ذاك عنده بلايص. قصتك عندك قصة إنسانية وراء الفرحة اللي تعطي فيها وراء الفرحة اللي ظهر فيها سيرسان. عندك قصة إنسانية مأساوية جداً إسلام جداً مأساوية جداً. يعني إنسانة في قطيعة مع عائلتك، عندك مشاكل، خوك مهددك بالقتل، عائلتك مقطوعين مقطوعة من عائلتك، وكشيد صحيح في الرقص، معناتها مأساة. وراء الفرحة هذيك الناس يشوفوا منك أك الفرحة اللي تعطي فيها والبهجة تشطح في الناس. أما يشوفوش الدخلاني. ما يشوفوش الدخلاني. شوفوك تعرف شنو يشوفوني؟ يشوفوني جسد. يشوفوني لا يشوفوني لاباس عليا، يشوفوني نخدم، نعرف اللي نحب عليه. فرحانة. شيخة. درا شنو؟ ما عندهاش مشاكل، في قمة السعادة، ما فماش مشاكل، ما فما حتى شيء. اللي هو ما وراء الكواليس برشا أحزان. يعطيك فلوس الرقص زاد؟ يعطيني فلوس أكيد يعطيني فلوس. ثم ناس معناتها ثم حاجة معينة. هو الراقصة كي تطلع في الملهى أو الكباري علاش لازمها تكون مغرية ومثيرة؟ لأنه يزيد مع مفعول أكل مشروبات والواحد يزيد يتخمر ويشيخ المتفرج والساهر أكيد. فيعطي فلوس يزيد يصرف ويزيد يطيش الفلوس يوصل الحالة نتاع نشوة يولي يرشق. سينو كان ما يوصلش للحالة ذيك أنت فاشل. موش بش يعطيك نفقة صغاره متاع غدوة، موش بش يعطيك مصروف مرته، موش يعطيك كان جاي صاحي، موش بش يعطيك إذا صاحي، موش بش يعطيك سامحني يعطيك علاش ما يعطيك؟ لا اسمعني فما رقصة تطلب بربي. خلنا نسألها على السؤال هذا. رقصة تطلب ديما تطلب رقصة تطلب في طرف الآخرين للراقصة يقول ارقصي لنا الرقصة هذيك. هز يا وز تعرف ايش؟ اكيد وهز يا وز مش كباري اللي هنا برنامج هز يا وز. هز يا وز يتقال احنا في الرقص شنو؟ هز شنو معناها؟ خليها تقول لك رقصة اسمها هز يا وز. ايه هز يا وز. تما انت تو شنو هي تو؟ هاني طلعت ما طلعت ما نفهمش. ثم رقصة اسمها هز يا وز. هز يا وز شنو هي الرقصة فاش تتمثل؟ فما رقصني يا قدع. هذه موسيقى يعني هاي حسن ذكرت اياماتك بارامون. والله تطلبها هذه هز يا وز. حتى ما ذكرش اياماتي هذه، حتى البهايم يعرفها كي يتفرجوا في التلفزه يعرفوها هذه. انا النهار الكل نهز ونوز ونوز. نعرفها غنايه. شنو؟ غنايه لا غنايه ويعني ورقصه ومشهديه كامله. وحكايه يعني معناها شكون وراها وش معناها هز يا وز واكلك منين يا بطه اكلك منين. الفلوس. الفلوس فما معناها برشا فلوس يقولوا الراقصه معناها تاخذ برشا فلوس. الرشق يرشقوا عليها برشا فلوس. الرشق نخدموا الاكثريه بالكاشي اكثريه. واضح. سا ديبون انت والخدمه. انت تخدم وحدك، تخدم في دي كونسيب، تخدم مع محل وحدك. اما الاكثريه نخدموا بالكاشي نتاعنا. لا ما يسالش تحمل اسئلتي فما حتى مشكل. وانا راهو الاسئله اللي تجرح قل لي نحاها في المونتاج، ما عندي حتى مشكل، ما نحبش نجرح الناس. قل. اما معناها إنسان كي يرشق على امرأة يرشق على الراقصة ويحط لها الفلوس في أماكن وتراكن يعني وكأنه ردها سلحها وكأنه معناها حولها. علاش نغزروا لها بالمنظور هذيك احنا؟
انا نسال فيك مش رايي، رايي رايي رأي برشة توينسا، رايي برشة توينسا، رايي برشة توينسا. علاش نظروا لها بالمنظور هذاك؟ هذيك مهنه كما قال سي حسن، كما قال سي حسن. والله يعطيك الصحه باهي، خلينا نسمع التراك نتاع سؤالك. كما قال سي حسن هي مهنه ولا لا؟ ايوه هي مهنه. ما تعترف بها وزاره الثقافه، انا قاعده اقوم بها. في فرنسا ما نعرفش، كنا نتفرجوا فما فيديو نشوفوهم سوغ فيسبوك هكا، معناها يجي واحد يعمل فيولونيست ولا حاجه يحطوا له فلوس. اي باهي، هذاك شنو يتسمى سامح؟ كهديه. انا حسب معناها قارنتها، قارنتها انا فهمت شنو قصدي. يعني انا نعتبرها هديه، هديه نعتبرها هديه. هي انا سالتك شنو تعتبرها هديه. اي ما تعتبرهاش حاجه خايبه. ما نعتبرهاش حاجه خايبه. شنو التضحيات اللي تقدمها من الراقصه؟ التضحيات اللي تقدمها من الراقصه تنجم في تونس، في المجتمع هذا، في المجتمع هذا تنجم الكلام الخايب الجارح، الجارح جدا 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 تتعرض له. جدا تعرضت له برشا، اللي توا وليت كي نسمع وليت نتجاوزه. كيفاش؟ من نوع مسك في شرفك في عرضك؟ اكيد مثلاً. اكيد هذيك حاجه الاولى. من نوع سهله كما قلت هي لي انت من الاول، من نوع هذاك. علاش قلت لك تتعرض الاغراءات؟ فوالا هذاك علاش قلت لك وين تحط روحك تتحط. اللي تحب تحط روحها في محط به نتاع حاجات اغراءات وتمشي في ثنيه هذيك تمشي. وكما قلت لك زاده اسهل ثنيه فهي التفسيد. واللي تحب تخدم على روحها وتروح بشرفها وبخدمتها وبعرق جبينها تروح على روحها. واضح. الراقصه يلزمها راجل سبيسيال يقبلها يتحملها؟ انا نرى مش راجل شرقي. انا نرى اللي الراقصه بوغ موا، انا مثلا من نجم ناخذ راجل كان اكيد مش تونسي، غربي يعني مش عربي. ما لا نو اكيد تونسي متفتحين، تونسي بالذات لي، تونسي بالذات لي، تونسي بالذات لي. و جو بريفير من الميدان الفني. وعلاش تونسي بالذات لي؟ تونسي على خاطر انا نرى تونسي، سامحني في الكلمه ومانيش نقصد حتى شيء، اما اكثر باش ما نقولش الكل. عرفتك اش باش تقول. برشا يعني برشا من التوانسه. شنو التونسي معقد؟ ما تعممش، ما تعممش. أغلبية التوانسة، أغلبية الرجال اللي عرفتهم أنت وخلطتهم، اللي ريتهم، اللي ريتهم، أنت جربت الكل، اللي ريتهم. لا مش جربت، اللي ريتهم. أنا نحكم على التونسي بصفة عام 10 ملايين ولا 8 ملايين. لا أنا نحكي حسب خدمتي، حسب خدمتي، حسب خدمتي اللي رافعهم، اللي فهمته من العقلية، اللي فهمته من العقلية. باش ناخذ راقصة؟ لا. إي إي باش ناخذ راقصة؟ أنا ناخذ راقصة. هو حتى فنانة ساعات، فنانة، فما عقليات، هي فنانة تقف تغني من غير لا رشقة لا حتى شيء. والراقصة أكثر، والراقصه اكثر واكثر. الراقصه تولي بها وعليها. انت احسن، خلينا نسال احسن. انت احسن مثلا نعرفش انا عندك اولاد ولا، اما يا خويا افتراض هذا مش نحكي على ولدك، جاء ولدك قال لك نحب تخطب لي راقصه، عندك مشكله؟ ولدي يخطب لي اللي يحب، اللي نخطب لولدي العزيز، ولدي اللهم صل عليه يعني خطبت له في سيدي رمضان والحمد لله. اذا الملف هذا يعني انطوى. لا افتراض هو. إيه لا لا شنو، ربي يهنيه ولدك. ما عنديش مشكله، ما عندكش مشكله. لا لا احنا نسال سؤال اخر اختار. أي. من ولدي انا، ولدي ما عندوش، ما عنديش الحق انا، ما عندكش الحق تختار له. ما عنديش الحق نتكلم باسمه. أي عندك. هو ما انت كابوه كوالد. اذا سؤالي انا يا حبيبتي، برشا ناس يقولوا الراقصات كيف سيادتك وغيرك وغيرك يفكون رجال النساء المحصنات. يجي الرجل المحصن يعمل في ندرى شنعمل حصيله هذا به كذا وتنده. فكاكه الرجال، فكاكه الرجال. اي هذه صحيح، مالوش تتقال مالوغوزمون، خاطر هو يجي يبدا سهر عندك ويبدا عينيه تذبل ويبدا المشروبات كذا. مالوغوزمون وي، مالوغوزمون موجودة. هي موجودة ومش موجودة، هي موجودة في فئة معينة. يا الراجل التونسي يطلع رقاصة، فئة معينة فما وما فماش يعني. يطلع خبير في الأمور. الراجل التونسي يطلع ياخذ رقاصة، هي كلامها مش متوازن مع بعض، فهمت شنو؟ هاو طلع. يعني أنا ساعات مثلا يجيني راجل يقول لي شطحها، معناها وريها كيفاش لي تكنيك، كيفاش تشطح مرتي، كيفك مرته وهما قاعدين فرطة ولا وريها، وريها ونشطح انا والمراه والراجل مع بعضنا ويهبط باش تشطح له في الدار. كيف باش هي تشطح له في الدار؟ اكزاكتومون. اما ما ياخذش راقصه، اما ما ياخذش راقصه. هذاك الراجل التونسي، اغلبيه الرجال التوانسه باش ما نقولش الكل.
فهمتك. نخرجوا فاصل إشهاري ثم نعاودك.